بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. الحقيقه اول حاجه بندعيها للشخص اللي بيتوفاه الله بنقول اللهم ثبته عند السؤال. دي اول حاجه بندعيها، ان هو اول ما بينزل القبر بيسال. انما كمان حديث شريفه يعني تكلمت وتحدثت عن الاسئله اللي المؤمن هيسال عنها، مثلا عن المال، عن الصحة، عن الوقت، عن العمر. يعني دي مجموعة من الأسئلة احنا عارفين يعني هي هنتسأل عن ايه بالظبط، انما الحساب كله أسئلة. يعني المفروض ان احنا لما نروح هنتسأل، يعني هنفضل نتسأل نتسأل نتسأل، وإجابات الأسئلة دي يدخلنا جنة يدخلنا لا قدر الله نار. عشان كده عجبني قوي التعبير بتاع احنا عايزين نسرب الاسئله دي في الدنيا ونعرفها ونحفظها ونذاكرها علشان نبقى حاضرين في الاخر. هل لما نحفظ الاجابات هننجح ولا الاجابات بالفعل؟ هنسال فضيله الشيخ احمد الصباغ. ازي حضرتك يا فضيله؟ حضرتك يا فندم ربنا يثبتنا يا رب جميعا. امين يا رب العالمين. توكل على الله. اتفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ودائما مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء. وصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم، قلبك يطيب، قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك. بص يا فندم، يقول لك ايه؟ السؤال يحتاج الى إجابة. جواب. سين سؤال، جيم جواب. وكل ما يبقى السؤال صعب تبقى الاجابه صعبه، وكل ما يبقى السؤال مش معروف يبقى التوقع صعب، يبقى الاضطراب. احنا كنا بنبقى مضطربين واحنا طلبه ليه؟ صحيح. انا بفضل ده جاي بره المنهج. انا كنت من اوائل الطلبه بتاع الجامعه بفضل الله. كنت ببقى داخل مضطرب ليه؟ كل ما تبقى مذاكر تبقى قلقان، لان انت عارف المنهج الصعوبه فين والسهوله فين، فخايف اللي يجي لك من الحته الصعبة. إنما اللي مش مذاكر مش فارق معاه الأسئلة تيجي إزاي، لأن كده كده بايع. فإحنا بقى إيه رأي حضرتك إن إحنا يوم القيامة والسؤال، لأن في أسئلة في القبر وفي سؤال يوم القيامة. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. الرسل نفسهم هيتسألوا. فمن ضمن الكرم ربنا علينا إن عرفنا الأسئلة. يعني عارفة التسريب بتاع الأسئلة؟ يعني مع اختلاف التعبير سربنا الاسئله. بس هل اي حد يوم القيامه هيجاوب؟ لا، مش اي حد. اللي ذاكر في الدنيا، اللي ذاكر، اللي هو ايه؟ اتقى الله، خاف من الله، عبد الله، لم يترك الصلاه، وصل الرحم، ادى الزكاه، لو عنده فريضه الحج يستطيع، اقام بكل الواجبات، ده يثبت يوم القيامه. طب اللي ما ذاكرش والعياذ بالله اللهم ارجعنا منهم. فمن ضمن الاحاديث حديث رواه لنا الترمذي بسند صحيح عن ابي برزه الاسلمي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا كده، من ضمن الاسئله: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. عدوا معي عن ايه؟ عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن جسده فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. نقول الأربعة تانية دعاء هانم كده نحفظ مع بعض. بص يا فندم، العمر، العمر، الجسم، العلم، المال. دي بتاع أبي برزة في الحديث الترمذي بسند صحيح. في روايات تانية ضعفها بعضهم برضو أو غيرهم، روايات تانية النبي أقسم قال والذي نفس محمد بيده، وحط عليهم حاجه كمان، قال ايه؟ قال وعن شبابه فيما افناه. بقى الشباب ليه سؤال. وفيه مره تانية في حد في روايه تانية قال ايه؟ قال وعن حبنا آل البيت، عن حبنا اهل البيت. وفي روايه غير كده كمان النبي قال ايه؟ وعن ماله من اين اتى به، واين وضعه، وفيما انفذه. يعني جاب المال في بعض الروايات سؤالين الف وب، وبعض الروايات جاب الثلاثة. المهم ان المال السؤال بتاعه يوم القيامة سؤال مركب، سؤال صعب. تيجي بقى نفسر كده: عن عمره فيما افناه، عمرك عشت كم سنة، عملت فيهم ايه؟ هل قضيتهم اكل ونوم اخد دبلوم والموضوع انتهى؟ لا.
كل دقيقة هتسأل. ولذلك ما من يوم يطلع صبحه إلا وينادي على ابن آدم، اليوم يتكلم بلسان حاله ويقول إيه دعاء هانم، أنا يوم جديد، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يعني التلات بيكرر، الأربع بيكرر، ده تكرار اسم فقط، لكن الثانية اللي فاتت لا تعوض. يبقى عن عمره فيما أفنى، كل لحظة في عمرك هتسأل عنها، ضيعتها فيما يغضب الله أم فيما يرضي الله؟ الجماعة اللي قاعدين يقولوا إيه أما نضيع وقت، لا، اقرأ في المصحف، أم صدى ركعتين، صل الرحم، مش كله. طب الجسم، الجسم ده عن جسمه فيما أبلاه، الجسم اللي هي الصحة العافية، وديتها في المعاصي والذنوب وما يغضب الله، ولا استعملتها في الطاعة، استعملتها في ظلم العباد، ولا استخدمت صحتك وعافيتك وصحتك في رفع المظالم، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. حط تحتها بقى الجماعة اللي بيشربوا خمرة، حط تحتها الجماعة المدخنين، حط تحتها الجماعة بتوع أصحاب المزاج الأفيون والحشيش، ما هو دول بيدمروا في إيه؟ من باب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن باب ولا تقتلوا أنفسكم، أدي معنى وعن جسمه فيما أبلاه. التالتة وعن علمه ماذا عمل به، سواء علم دنيا أو علم دين، العلم اللي انت اتعلمته عملت به إيه؟ العلم فيه مشكلتين، إما إن انت عالم غير عالم ودي مصيبة، وإما إن انت عندك علم ولا تعمل به فكده المصيبة أكبر. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أبشع المواقف لازم أقولها، أبشع المناظر يوم القيامة، منظر بشع يوم القيامة للجماعة اللي بيأمروا الناس بالبر وما بيعملوش هم. عارفة الحديث شبههم بيه يا فندم؟ أنا مش عايز أقولها بصراحة، أقول لأن أنا خايف منها، أنا شخصيا خايف منها. النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يعلم الناس الخير ويفعل هو الشر بالحمار. تصوري، قال إيه بقى؟ قال يرون الناس، يرون معلم الناس الخير يوم القيامة الذي لا يعمل، وقد دلقت أو قد سقطت أمعاؤه من دبره، أقتابه، الأمعاء، المصارين اللي في بطنه، سامحوني، خرجت من دبره، من فتحة الشرج بكل بساطة، كل أمعاءه بتاعت بطنه خارجة. والنبي بيقول إيه؟ ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. انت واخد بالك من المنظر بشع ازاي؟ شوف انت حضرتك عاملة ازاي؟ منظر بشع. فالناس يقول الله، مش ده الشيخ فلان، مش لازم شيخ بقى، مش ده الدكتور فلان، مش ده المهندس فلان، ما هو مش لازم اللي بيعلم الناس لازم يكون علم ديني، اي علم بقى، دين او دنيا. مش انت كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت آمركم بالخير وانهاكم عن المنكر، ولكن للاسف كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وانهاكم عن المنكر وآتيه. السؤال الرابع بقى الاجباري والصعب جدا، عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. سؤالين يا فندم، فلوسك جبتها من وديتها فين؟ يعني لما تيجي تحط زكاة مالك أو صدقتك وحطيتها في غير محلها هتسأل، تدي المتسولين في الشوارع هتسأل، لازم تتحرى الدقة في إعطاء الزكاة والصدقات. يبقى أربع أسئلة عن، لا، ولو ادها كلها صدقات وكده وهي جاية من مال حرام، يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يبقى أربع أسئلة من ضمن الأسئلة، أنا قلت تاني تلخيصها بسرعة. لا، احنا طيب. قلناهم بقى ناخد الناس يا فاضلة الشيخ عبير. أهلا يا عبير، إزاي؟ إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. عايزة أسأل الشيخ سؤال. فضل. السلام عليكم فضلة الشيخ. عليكم السلام يا هاني، ورحمة الله. حضرتك، أنا عندي بنت في ثانوي، تمام، عندها مشكلة يعني محرجة شوية، هي عندها حجم ثدي كبير جدا، تمام، مسبب لها مشكلة نفسية كبيرة طول عمرها، تمام، وحاليا مسبب لها ألم شديد في أعلى الظهر. خدتها ورحنا للدكتور، فالدكتور قال ان الحجم مش متناسب مع جسمها ومع سنها، وان هي محتاجه عمليه تصغير ثدي. خدتها ورحت للطبيبه، عملنا اشعه اللي هي سونار يعني عشان نتاكد من الكلام ده. فطبيبه السونار قالت ان الحجم طبعا مش مناسب، وان الثدي فيه زي تكيسات وتكلسات وحاجات كده يعني، وان هي محتاجه فعلا تعمل العمليه. عندها كم سنه؟ 17. روحي حبيبتي، صغيره خالص.
طبعا انا اخشى ما اخشى ان يكون ده تغيير لخلق الله، لان هو ده يعني ربنا خلقها كده. فانا بس هو بالفعل مسبب لها ازمه نفسيه شديده، يعني بتتعب جدا عشان تلاقي اي لبس مناسب ليها. الاطباء قالوا ده غير مناسب لجسمها، يعني طبيب احنا رحنا اتنين لطبيب، اطباء. دكتوره السونار قالت ان هو طبعا كبير جدا بالنسبه لسنها وان هي محتاجه العمليه، والطبيب التاني جراح تجميل اساسا، فهو يعني طبيعي ان هو هيقول ان هي تعمل محتاجة العمليه تصحيح. يعني. بس انا طبعا خايفه من الناحيه الشرعيه. حاضر، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله شكرا يا خير. عبير. جزاك معانا مين؟ فاطمه، اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. ازي عليكم حضرتك؟ السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اسال الشيخ بس عن موضوع يعني صله الرحم. قولي. احنا دلوقتي كنا يعني انا من ساعه ما اتجوزت وانا عايشه مع حماتي في شقه ايجار، الشقه دي اصلا بتاعت يعني جدنا من زمان يعني، وهي كانت اتجوزت وعاشت فيها وانا اتجوزت ابن عمي وعشنا فيها وكده. المهم عشت قد ما عشت معاهم، اتوفت حماتي بعد ما بعد يعني بعد جوازي ب 15 سنه توفت، وخلاص بقى انا عايزه اعيش حياتي بقى يعني. خلاص شقه ايجار قديم واحنا اللي بندفع الايجار، بندفع كل حاجه. كانوا اخواته دايما يجوا خميس وجمعه، وكان اختي مثلا تيجي تقعد بالاربع خمس ايام، ظروفها كده يعني. هي كانت بتحب تقعد هنا في المنطقه عندنا يعني وكده. المهم بعد ما حماتي توفت وانا بقى ابتديت اوضب في الشقه واعيش حياتي بقى طبيعيه بقى خلاص يعني، بقت حياتي ما عنديش حاجه غيرها. بس فابتدى بقى اني لا ازاي، وده بيت الاهل وبيت العيله وما ينفعش. هم كان معاهم مفاتيح، فانا كان كل اعتراضي بس انا عايز ايده على عيني وعلى راسي، مفيش مشكله. كل اعتراضي بس ان يا جماعه ما ينفعش حد يبقى معاه مفتاح الشقه وما حدش يبقى متواجد وانا مش موجوده. بس المهم بقى مشاكل يمين في شمال. المهم في الاخر انا قلت الكلمتين دول خلاص، جبت اخري وقلت لا انا خلاص مش عايزه حد يبقى معاه مفتاح الشقه، وطول ما انا مش موجوده في الشقه ما حدش موجود غير كده، هم على عيني وراسي ويجي في اي وقت، هم اولاد عمي. فزعلوا بنتين بس يعني، ما الاخ لا يعني طب يا فندم راضي السؤال هنا، يا فندم السؤال يا راضي. اتفضل. السؤال هي الشقه باسم مين؟ الايجار باسم مين؟ عاد الايجار الجد يعني، احنا اصلا يعني وقت ما هيقولوا لنا بالسلامه احنا مالناش يعني جد جوزك يعني، صح كده؟ جد جوزي وجدي احنا ولاد عم. طيب وجوزك يا فندم ليه اخوات تانيين؟ ليه اخ، بس هو الاخ مش موافق على كلامهم خالص وراضي، وقال لنا اللي انتوا عايزينه تعملوه اعملوه، انتوا من حقكم. انما البنتين يعني، وانتوا اللي عشتوا في الشقه دي 15 سنه يعني، دي شقه لحد الان الزوجيه. انا عايشه. يعني دي شقه الزوجيه بتاعتك، ما عندكيش لحد غيرها. الان هم كانوا بيجوا ايام ما كانت الست الوالده اللي هي موجوده، فكانوا بيجوا يزوروا. وما زالوا كانوا بيجوا لحد ما توفت، كانوا بيجوا. بس في نقطه كانت مضايقاني ان ساعات ببقى مش موجوده ولا واجي الاقيهم موجودين. مثلا جوزك يا فندم موقفه ايه؟ جوزك موقفه ايه بعد وفاه موقفه ان هو خد موقف وقال لهم يا جماعه هي عندها حق يعني، مش من حق حد يبقى معلم المفتاح. تمام يا فندم، تمام. بس هم بقى قطعونا. انا موقفي بقى هنا يعني، السؤال هنا ان انا عايزه اعرف، هم قطعوه خالص. مجرد بس ما فيش تليفونات وما فيش علاقات، هي حتى بتيجي عند حماتها ساكنه في وشي ما بتجيش، حتى بتشوفني ما فيش صباح الخير اي حاجه، كل حاجه مقطعنا فيها. ما بتطلبش اخوها غير لما تكون عايزه منه حاجه، غير كده لا. حاضر. بشوفهم في اي مكان بسلم عادي، هي لو فاتت. شكرا يا فاطمه، يعني سؤالك وصل، متشكره ليك يا فاطمه. هنرد على عبير الاول. بنوته صغيره في ثانوي، والثدي كبير جدا، حجمه هنقوله كبير. ضخم يعني، بنظر ملفت. ده هنقوله يا فندم ده حاله مرضيه، ملهاش دعوه بالتجميل خالص. لا تكبير ولا تصغير ولا فيها دلع ولا فيها تجميل ولا فيها حاجه. ده بقول لك اتنين اطباء، طبيب وطبيبه، اثبتوا ان ده بيبقى اصلا غلط على العمود الفقري وعلى الظهر، والبنت لسه بنوته صغنونه. فده ده هي ما راحتش هي برجلها لحد الطبيبه وقالت لها انا عايزه اجمل الثدي عزاكم الله ولا حاجه، لا ده هي من الالم. فده عمليه جراحيه عاديه خالص، وعمليه يعني عمليه مرضيه ما فيهاش عندنا مشكله خالص ان شاء الله يعني. طيب لو واحده مناخيرها كبيره وعم مسببه لها اذى نفسي وهتعمل تجميل بقى، انت بقى في ما هو انا بالمره بقى بالمره. طيب بص يا فندم، ما فيش حاجه اسمها تجميل، انا ما اقصدش ما فيش دكاتره، لا في دكاتره اسمها تجميل، لكن التجميل ده ربنا هو خلق الانسان جميل، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن في نظرك انت ممكن تبقاش جميل، انت حر، لكن الجمال جمال الداخل وجمال الروح. طب حد مناخيره كبير، بقه كبير، مش عارف ايه، ما يقولش تجميل بقى، يقول مثلا عمليه جراحيه، يقول تزيين، يقول تحسين،
عزكم الله، طالما الاطباء عملوا كده وما هي مش محدش مش معترض على خلق ربنا، ما فيش ادنى مشكله خالص. الامر بسيط جدا، خاصه لو الامر بيؤدي او المنظر يؤدي الى البشاعه. واحده مناخيرها ضخمه قوي قوي هتخلي ما فيش عليه سجرها، واحده بقها واسع قوي، او واحد عزكم الله وشه كبير قوي، يعني يؤدي الى ايه، الى زي بيقولوا ايه، تقزز الناس منه. ما فيش ادنى مشكله ان يعالج نفسه، ده تبقى عمليه علاجيه بحته. تمام. طيب فاطمه بقى، شقه الايجار اللي الاهل خدوها من بيت العيله وهي ملهاش حق انها تستقل فيه لوحدها. احنا مش هنتكلم الناحيه القانونيه، الناحيه القانونيه ان هو ايجار مفتوح والجد والكلام ده، ان هو بيتها. حلو كده يا فندم. هنتكلم من الناحيه الشرعيه ان دي بيتها. من حق اي واحده، وده بنقع فيها في مشاكل كتير، اي واحده اتجوزت بيت الزوجيه ده عش الزوجيه. للاسف احنا في بعض الناس الا من رحم ربي حطوا نقطه على العين، ما بقتش عش زوجيه، بقت غش زوجيه. زوجتك اللي اتجوزتك، خواتك على راسك، امك على راسك، بس ده بيت زوجتك، ده عرين العرين بتاعها، ده القصر بتاعها. لازم تبقى ملكه، تدخل اللي هي اللي عايزه تدخله، وتخرج اللي عايزه تخرجه براحتها، لان ده بيتها وهي حره بكل ادب وبكل احترام. وهنا الزوج رمانة الميزان. ايه ان يبقى مفتاح شقة مراتك مع اخواتك ازاي؟ افرض انت ومراتك في منظر مش عايزين حد يشوفه فيه، افرض اعزكم الله هي بتعمل حاجة مش عايزين حد يشوف عليها. الستات لها خواصها. لا يا مولانا، كل بيت ليه خواصه وكل بيت ليه اسراره. ده حتى القرآن، لا يعني من ابسط حقوقها القرآن، محدش يجي وانا مش موجودة. القرآن نزل يا فندم لا تدخلوا بيوت غير حتى تستأنسوا وتسلموا على اله. لدرجة القرآن قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا احنا فاهمين، نعمل حلقة ان شاء الله عن اداب الاستئذان، دي مهمة جدا. اداب الاستئذان، ادخل بيوتي حتى في بيتي انا لازم استأذن. يعني صوري. هي ما عليهاش اي اسم، لا ومن حقها لا. تماما، ولو اخواته قطعوه، اخواته اللي غلطانين. بس ربنا يبارك فيك. طيب عايز ارجع للاسئلة. احنا دلوقتي دول اسئلة القبر، اسئلة القبر اللي هو ايه؟ ما ربك، من ما دين من ربك، من ربك، وما دينك، وما دينك، ومن الرجل الذي بعث فيك. في ناس مش هتعرف تجاوب من المسلمين. شفت الاسئله سهله ازاي؟ واحنا طب انا اقول لحضرتك حاجه. طب من ربي هو الله. طب انطق الشهاده كده يا فندم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بسيطه جدا. بس مين ينطقها في اثناء السكرات؟ اللي ذاكر، زي اللي هيخش اللجنه ويجاوب بقوه، اللي ذاكر. فاللي زرع هيحصد. ببساطه جدا انا اقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ويجي سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. بس مش اي حد هيقولها بقى. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا اللي هو نطق الشهاده، وفي الاخره اللي هو سؤال القبر. سؤال القبر عباره من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. انا هسال وانت تجاوب. من ربك؟ الله. الله. وما دينك؟ الاسلام. ومن الرجل الذي بعث فيك؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسيطه اهي. فان شاء الله ندرب نفسنا عليها. ايه بقى؟ باداء الصلوات والزكوات والحج والقران والصدقه وصله الرحم. هل ممكن حد ينسى الكلام ده يعني؟ مش ينسى، هو ربنا. لان انت يا فندم بصي، عالم الاخره غير عالم الدنيا خالص. لا يقاس بالعقل. يا ترى هي اسئله هتتقال والملائكه يسالون، احنا بنجاوب، الله اعلم. يا ترى احنا هنصحى الله، بس في اسئله. بس الهيئه ازاي والطريقه ازاي؟ لان احنا بندفن الميت ونيجي ندفن بعديه ب10 سنين. انما لم يرد اي صيغ لاسئله اخرى غير اللي حضرتك ورد. ان الملكين هيجوا يسالوا، بس هو يجيب. يجيب ازاي؟ هيجيب يجيب ازاي والكيفيه ازاي؟ لان ما نسالش عنها. لكن في اسئله، في اسئله. بدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند دفنه احد الانصار وقال، والحديث صحيح، استغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إزاي بقى يسأل؟ ما نعرفهاش. طيب أنا بنتي سارة بتقول لحضرتك بنتها توفت من شهر 2 اللي فات، كان عمرها 8 سنين. الله أكبر. كانت بتعمل عملية قلب مفتوح، وهي كانت مولودة بعيب، عيب خلقي يعني في القلب، وكانت تالت عملية ليها. فضلت شهر في العناية المركزة بتتعذب واستحملت اللي محدش يستحمله. ده البنت. البنت 8 سنين طفلة. الحمد لله على كل شيء، بس هي صعبانة عليا، وكل ما افتكر بعيط كتير على اللي كانت فيه. انا عايز اعرف من الشيخ في حكمة ربنا في عذابها وهي طفلة لسه ملهاش ذنوب. يعني ممكن يقولك اصل الكبير ده ربنا بينقيه من الذنوب وكده، بيخلص ذنوب الدنيا. السؤال ده غلط.
وحضرتك المعلومه اللي انت قلتها دي برضو مش مظبوطه في الاخر دي. الايه؟ عارفه المعلومه دي مش صحيحه. اللي هي معلومه ان ايه؟ لو واحد كبير وعنده ذنوب ربنا بينقيه بالبلاء. عارفه لو ربنا ايوه دي احنا عارفين. ما لسه هقول لك بقى، مش كله مش كله مش كل الذنوب. في ذنوب بتمحى بالاستغفار، وفي ذنوب بتمحى بقيام الليل. لو ربنا هيمحي ذنوبنا بالبلاء يبقى هيخسف بنا الارض كلنا. الايه قالت ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبه. ده هو كريم اللي بيسترنا ويغفر لنا. لو عملنا واحده بواحده يبقى اللهم صل على النبي مش لا هنروح ولا هنيجي. طب البنت دي حكمتها ايه؟ نحن لا نسال عن عالم الغيب، الحكمه لا يعلمها الا الله، ان علمنا شيئا فقد غابت عنا اشياء، ولكن احنا ايه؟ نسلم الامر لله. طب لما ابن سيدنا النبي ابراهيم مات وهو 18 شهر ذنبه ايه؟ لا هي بتقول لك شهر بتتعذب، ما 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 بتعذب من الالم من الوجع. طب انا هقول لك، ممكن تعذب وتتالم في نظرنا، ولكن عند الله هي اللي تتالم. يمكن احنا شايفينها بتتالم لكن لا تتالم. وده حصل مع سيدنا ابن حنبل وقت الجلد، في وقت فتنه القران. لما بداوا يجلدوه كان كلما ابن حنبل يجلد يضحك والناس يبكون، فقالوا يا ابن حنبل تجلد وتعذب واحنا بنعيط عشانك وانت عمال تضحك؟ قال ليت الجلاد ما سكت عن الجلد، والله كنتم ترون يد الجلاد ولكني كنت احس بيدي رب العباد. فممكن تكون بنت بتتالم قدام عين مامتها وباباها، والله يعقوم في عينهم، واحنا ده الطبيعي، لكن هي بينها وبين ربنا ما فيش الم، وما تعرفش حكمه ربنا ايه. شفت الحكمه بتاعت الغلام اللي سيدنا الخضر قتله؟ اه صحيح. لا كان مريض ولا كان حاجه، ماشي قلع راسه على سيدنا موسى. الله، اقتلت نفسا؟ سيدنا موسى نفسه مش مش مش, مش, مش زعلان، اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. يجي في الاخر يقول له واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. ما تعرفش الخير فين والخيره فيما اختارها الله. لا، المهم نقول انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين، عشان يبنى لك ولزوجك بيت في الجنه، والبنت هتبقى من ضعاميص الجنه، هتبقى من الولدان المخلدين، وهتنتظرك على باب الجنه ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. فاصل قصير ونعود.